أنا متأكد 100% بأنه تاب الزوار عليه. مجموعة ديال الزوار ديال الوطائق اللي كان كيدلي بيهم ديال المعارضة وكيجمع المعارضة وكيدجن وكيأسميتو، هو أنني اكتشفت واحد المجموعة ديال الخروقات. كوموند داخل الجامعة ما احنا عمرنا ما صدقنا عليه. 21-22 دازت كاملة، ودابا النص ديال 23 باقي عندنا صفر مبشور، رقم واحد 0.1 ما كاينش. وشوف من حال ديال السكينة، لأن السيد عام المادي يدول جميع الجماعات. مستثنية لأن الرئيس ما كاينش. وغنقول لكم محال عمر واش رق البيرو ديال السيد العامي. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه وسلم سليما. أولا كنشكر سفير الآن اللي حضرت معنا وسيرت معنا هذه الجلسة ديال هذه الدورة الاستثنائية اللي كانت هي استثنائية من جوج الجوانب. استثنائية في غياب الرئيس اللي هو اليوم راه موقف على بسبب تضارب المصالح، واستثنائية لأن كانوا فيها بعض المسائل، لأن هذه الدورة غير تعودت لها غير واحد الحصة ديال باش نكملوا واحد المجموعة ديال المشاريع اللي هما واحد 10 ليبيست. هذوك 10 ليبيست حطيناهم وحطينا لهم واحد لاصوم اللي ما كانش كافية. الدراسة التقنية عطاتنا أكثر من داك من داك من داك الثمن. الرئيس السابق راجع هاد المسألة، وكان واحد الفائض اللي هو من ليروشيد ديال واحد المجموعة ديال المشاريع اللي كانت مبرمجة سابقا، وداز داكشي داك البقية اللي بقات تبرمجات، واليوم الإخوان راه صادقوا عليها بالأغلبية. كنشكرهم جميع السوق، وكنشكر رجال ديال الإعلام اللي كيمثلوا سافي الآن. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا على أسميته. هو ماشي معزول، هو موقوف من طرف السيد العامل حتى تبت المحكمة الإدارية في الملف ديالو. ما العلم أن بالتأكيد أن كاين واحد المجموعة ديال الزوار ديال الوطائق اللي كان كيدلي بيهم. كان كيدلي بواحد المجموعة ديال الوطائق هي مزورة، والسيد العامل بان ليه بأن راه هذه المسائل خاصها تحل على المحكمة الإدارية باش تحسن في هذا الأمر. الرئيس كنا كنسيروا معاه، تعاوننا معاه، واحد الوقت السيد دار على غير وحده. السبب اللي خلاه يتحول من الرئيس اللي كنا معاه للرئيس ديال المعارضة وكيجمع المعارضة وكيدجن وكيأسميتو، هو أنني اكتشفت واحد المجموعة ديال الخروقات، وأنا ما كنسكتش، معروف ما كنسكتش على الخروقات. المجموعة ديال الخروقات اللي اكتشفت هو أنه دار واحد البوند كوموند داخل الجامعة ما احنا عمرنا ما صدقنا عليه. بون كوموند ديال إصلاح ديال الصباغة ديال القاعة. الآن قلنا له عطينا غير هذاك البون كوموند شحال فيه، الآن باقي ما عرفوش، والناس كتبوا ليه المجتمع المدني كيقول لي ورينا البون كوموند، ورينا هذا البون كوموند شحال فيه والأعضاء اللي معاه وكل شيء ما بغاش. وكذلك دار واحد البون كوموند الثاني اللي صلح به واحد المجموعة ديال المراحل، ودار واحد البون كوموند ديال واحد المجموعة ديال الدراسات التقنية اللي خارج على الإطار، وأنا عندي الوثائق اللي كتبت بأن راه ديال الدراسات التقنية خارجة عن الإطار القانوني. لان ما دازتش في الجلسات، وما دازت في لجنه الماليه وما صادقش عليها، ما تمش المصادقه عليها ابدا. حنا قلنا غندخلوا دم جديد للجامعه الصعيده على اساس يكون التغيير على المرحله السابقه. حنا كنا مشاركين في التسيير ديالهم وما كانتش عاجبانا، ولكن كانت واحد المجموعه ديال المشاريع كثير لا تعد ولا تحصى، وحنا ما كناش راضيين. حنا اليوم باقيين زيرو مشروع. رقم واحد بدينا في 21-22 دازت كامله، ودابا النص ديال 23 باقي عندنا صفر مشروع، رقم واحد 0.1 ما كاينش، باستثناء السوق اللي تكرى بواحد الطريقه اللي هي كان مكري ب 12 مليون قبل الجائحه، ومن بعد الجائحه كيتكرى ب 7 الملايين، وهذا هو اللي كيأثر وكيعطينا بان واحد التراجعات اللي هي تراجعات خطيره من 12 مليون ل 7 المليون. المحلات التجارية غتبت فيهم المحكمة،
المحكمة غتبدل فيهم، وراه تقدر تكون من بين المحكمة الإدارية، راه إذا كان هذاك الشيء التزوير ثابت راه غادي يكون جناية. كيقوم بالتزوير داخل الجامعة؟ أكيد أكيد أنه ثابت التزوير، أكيد أنا متأكد 100% بأنه ثابت التزوير عليه. أنا ما كنعطيش الرأي ديالي، الرأي كيبقى ديال الأعضاء اللي كيمثلوا الساكنة، حيت ماشي أنا بوحدي اللي كنمثل الساكنة، راه كاينة 28 عضو اللي كتمثل الساكنة. الأعضاء هما اللي غادي يكون عندهم الاختيار، هما اللي غادي يشوفوا الاختيار. أنا عمري ما كنفض راسي ونقول لهم أنا بغيت نكون رئيس، أنا ما عمر هذه الفكرة كانت عندي بصفة نهائية، وبعد الآن ما عنديش هذه الفكرة. أنا دابا غير بقوة القانون، بقوة القانون كنسير المرفق، وهذا بقوة القانون ما يمكنش ليا ما نسيرش مرفق اللي هو مرفق عمومي، وخصني نسير بواحد الطريقة اللي هي عقلانية، وما يمكنش ليا نطيح في الأخطاء اللي طاح فيها السيد الرئيس. أنا كنشكر بعدا الأعضاء اللي كضربهم الغيرة على الجامعة، خليني من الناس اللي كيخلقوا غير المشاكل وكيخلقوا المتاعيب وكيوصلوا لواحد المسائل. أنا كنشكر أولا كنشكر الأعضاء اللي كيدافعوا على المصلحه ديال المواطنين، اعضاء النزهاء، كنشكر هاد الشباب اللي دوزوا معنا هاد الدوره، كنشكرهم جزيل الشكر وتحيه، تحيه لجمعيه الصعاده. كنتمنى يبان فيها شي ضوء اللي فيما يخص البنيه التحتيه والكهرباء، لان احنا لقينا هاد الشيء سميتو عندنا 380 تقريبا كانون بلا ضوء، وخاصة واحد الميزانية. حنا هادي ملي بدينا عم الرئيس ما شاركنا الرأي في شي، نمشيو لشي جهة، نمشيو للجهة ولا نمشيو للمجلس الإقليمي ولا نمشيو نديرو شراكة ولا نمشيو للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولا نمشيو نطلبوا السيد العام اللي يتعاون معنا ويشوف من حال ديال السكينة، لأن السيد العام المادي يدو لجميع الجماعات، وحنا جماعتنا مستثنية لأن الرئيس ما كاينش. وغنقول لكم محال عمرو واش رق البيرو ديال السيد العام، واش حنا ما كنعرفوش المسائل، راه مشكلة عندنا. وشكرا. باش يوصلكم الجديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.